السلام منك السلام تبارك رب يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا شيخنا قرأ آية من كتاب الله اللي يقول الله تعالى فيها: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. ظاهر الآية إن الله سبحانه ظاهر الآية اللي ما عنده علم أو جاك مثلا شخص يحجك غير مسلم أو جاهل يقولك كيف الله سبحانه وتعالى يأمر فيعذب؟ طب أمرنا مترفيها ففسق فيها، هو اللي أمر مترفيها. قرأت وسمعت فيها تفسيرين لطيفين. التفسير الأول في قراءة أخرى تقرأ أمرنا مترفيها، يعني جعلناهم أمراء هذه القرية. التفسير الثاني سمعته من الدكتور النابلسي، تفسير لغوي، يقول هناك كلام مسكوت عنه. طبعا احنا كلنا نعرف ان الله سبحانه وتعالى هو العدل، فكيف يأمرني بعدين يحاسبني، يأمرني ان افسق بعدين يحاسبني؟ هذا التفسير الظاهر. لكن التفسير الحقيقي ان الله سبحانه وتعالى امرهم بالطاعة، امرهم بالحسنى فعصوا. كيف نشرحها لكم؟ مثلا عندك احد اخوانك ولا احد ابنائك او اي شخص، فيكون مثلا معاه شيء ثمين او كذا، فتقول له انتبه امشي شوي شوي، فجاه يطيح ويكسر الشيء هذا، فانت تغضب وش تقول له؟ انا قايل لك. لو جاء شخص ثاني وسمعكم من برا يقول كيف طيب انت قايل له وانت زعلان، انت قلت طيحها؟ لا، انا قلت لك انتبه. فالله سبحانه وتعالى يقول معنى الايه ان الله تعالى امرهم بالطاعه. طبعا في ايه ثانيه يقول الله ان الله لا يامر بالسوء، امر الله سبحانه وتعالى كله خير، فمستحيل ان الله سبحانه وتعالى يامرهم بالفسق. فالله سبحانه وتعالى امرهم بالطاعه او امر مترفيها، فيها تفسيرين، او امر مترفيها ففسقوا فيها. بس حبيت ان اعلق على هذا الشيء البسيط. شكرا لكم.